أمس هو محاولة لخلق الفتنة بين أهالي كركوك، فالناس متعايشون قائلا: أننا لن نتوانى عن ملاحقة ومحاسبة أي مقصر أو مخالف للقانون مهما كان ارتباطه القومي أو الحزبي. وأشار الدكتور نجم الدين كريم إلى أن القسم الداخلي سينظف ويعمر ويفتح من جديد، داعيا جميع طلبة جامعة كركوك للعودة لحياتهم ودراستهم بشكل طبيعي. كما دعا الدكتور نجم الدين كريم وسائل الأعلام كافة بأن يكونوا موضوعيين لما لها من دور في استتباب الأمن وتقوية التآخي والتعايش وعدم تضخيم الأحداث لأنها ليست في مصلحة الجميع. الدكتور نجم الدين كريم أشار في معرض رده على بعض الذين يدعون أنهم ممثلون لمحافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين ونينوى إلى أن كركوك احتضنت 65 ألف عائلة نازحة وهم يعيشون محترمين، وكركوك وفرت لهم المدارس والتنسيب بالوظائف وأماكن السكن رغم الثقل والتحدي الكبير الذي يقع على كركوك، لكن البعض جالسون في أماكنهم ويتحدثون عن معاناة النازحين، والأرجح أن يكفوا ويسكتوا ويعملوا شيئا بدلا من جلوسهم وأخذ رواتبهم، لأن ما يتحدثون به هو غدر بأهالي كركوك. تفاصيل أوفى مع هيلغورد حسن. أكد الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك خلال تفقده جامعة كركوك على ضرورة احترام أبناء كركوك للمناسبات القومية والدينية لبعضهم البعض، مشيرا إلى أن إدارة المحافظة لن تسمح لأي أحد بإثارة المشاكل والقلاقيل في كركوك. نحن هنا اليوم في جامعة كركوك نرى ما حدث شيء مؤسف، كما قلت في عند افتتاح المخيم بأن هذه المناسبات لكل مكون في كركوك مناسبة مقدسة بالنسبة لهم، فيجب على الآخرين احترام مناسباتهم ومقدساتهم سواء كانت دينية أو قومية أو طائفية أو بأي شكل كان، ويجب المشاركة بدل المعاداة لهذه في هذه المناسبات وتقدير شعور الآخرين. فإنما حدث كان حدث مؤسف جدا، نحن لا نريد مثل هذه الحالات أن تتكرر في كركوك، وقمنا يوم أمس بجولة في شوارع كركوك لنطمن المواطنين بأن الذين يقومون بإطلاق النارات في الشوارع سوف يعاقبون، وقد تم إلقاء القبض على قسم من هؤلاء، وليس مهما لأي مكون ينتمون ولأي حزب. الدكتور نجم الدين كريم أكد أن إدارة محافظة كركوك وأهلها فتحوا قلوبهم لاستقبال النازحين وتوفير سبل العيش لهم، مشددا على أن الأصوات النشاز التي تريد النيل من جهود كركوك في استقبال النازحين ما هي إلا أصوات لأشخاص لم يقدموا شيئا للنازحين في محافظاتهم. أريد أن أرد على بعض من يدعون بأنهم يمثلون أهالي النازحين من محافظات الأنبار وديالة خاصة بالتهجم على كركوك في بعض الفضائيات. نحن نرد عليهم بأننا الذين أدخلنا أكثر من 65 ألف عائلة، وفرنا المدارس والامتحانات للطلبة والتنسيبات وكلها، وهم جالسون في أماكن فقط يتمكنون من التكلم عن معاناة النازحين بدون عمل أي شيء لهم. رأيتم يوم البارحة عندما فتحنا المخيم افتتاح المخيم، ورأيتم العوائل وتوفير المستلزمات الضرورية لهم، وكذلك توزيع المبالغ النقدية المتوفرة عندنا والمخصصة من قبل لجنة إغاثة و إسكان اللاجئين أو النازحين. فهذا غدر بمحافظة كركوك وبأهالي كركوك عندما يتكلمون بهذا الشأن. فالأرجح أن يسكتوا ويعملوا شيئا لمواطنيهم بدل توجيه اتهامات. هذول ما عدوا ما يهمهم أهل محافظاتهم، يهمهم فقط يأخذون رواتبهم ويقعدون وراء بيز ويسكتون. كركوك مدينة التآخي والسلام بين مكوناتها منذ الأزل، والحفاظ على مكانة هذه العلاقات مسؤولية الجميع. هلغورد حسن، فضائية كركوك.
في موضوع آخر، وصلت قوات البيشمركة تقدمها في محور زمار من خلال استعادة